السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازاي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بكل خير. اهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة في كورس Techniques of Scientific Writing. المحاضرة تحت عنوان The 18 Tips for Good Scientific Writing، او القواعد 18 للكتابة العلمية الصحيحة. القواعد دي هنمشي عليها في كل الشغل بتاع scientific writing بعد كده، وهيظهروا معانا بشيء من التفصيل في كل نوع أو أجزاء من الـ 18 tips دي، برضو هتظهر في كل نوع على حدة بصياغة تانية، تمام؟ فاحنا نعرفها بشكل عام ونطبقها في دماغنا، تبقى هي يعني لايف ستايل للـ scientific writing بتاعنا في أي حاجة بعد كده إن شاء الله. أول قاعدة عندنا: know your audience and write for that specific audience. يعني ايه؟ دايما وانت بتكتب اي حاجة لازم تعرف انت بتكتب لمين، لازم تعرف الجمهور، حتى لو واحد بس هتكتب له ايميل مثلا، اللي هتكتب ليه او مجلة معينة او مقالة شعبية او اي حاجة، اعرف كويس جدا مين اللي بيقراها، وتعرف قواعد الكتابة اللي رؤساء التحرير أو القواعد العامة بتنص عليها في سياق الكتابة دي. تاني تب معانا: Your supervisor أو professor isn't here to teach basic grammar and spelling. يعني هنا المشرف أو الأستاذ أو السوبرفايزر بتاعك مش موجود علشان يعلم حضرتك السبيلنج والجرامر، تمام؟ لازم حضرتك تكون مسؤول عن تصحيح اللغة واستخدامها، وانت المسؤول الأول والأخير عن إتقان لغتك. هو مسؤوليته إيه؟ مسؤوليته مراجعة المحتوى وتربيط الأفكار اللي محتاجة توضيح أو تربيط. تالت تب معانا: اوعى تسلم مسودة أولى. يعني ايه؟ Don't turn in a first draft. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اي حاجة اكتبها كمسودة أولى الأول، بس اوعى توريها لحد، اوعى تسلمها ان هي دي الفاينل، حتى لو الوقت معاك آزف، تمام؟ لا، حاول ان انت تشتغل على نفسك وان انت تعمل second and third manuscript، علشان الفيرست درافت دايما بيطلع فيه اخطاء. لو برزنتيشن، اوعى تعمل برزنتيشن على برزنتيشن او باوربوينت حضرتك عملته وقمت داخل تشرحه على طول، اوعى تعمل كده، او داخل تعرضه على طول. دوكيومنتيشن لبروجكت، ريبورت لبروجكت، او اي حاجه حضرتك بتكتبها حتى لو ايميل، قبل ما تبعته بص عليه تاني، قد يكون في مشاكل في السبيلنج في الجرامر، تمام؟ وهتحتاج لتعدلها قبل التقديم. رابع تب: avoid abusing word forms. يعني ايه؟ استخدم كلماتك بشكل جيد وتجنب ال complex expression، او تجنب بالعامية الكلكعة، ما تكلكعش على الاودينس بتاعك. وفي مثال عندكم في الكتاب اللي هو The low rate of encounters was a reflection of population density reduction. والمثال التعديل لي: The low rate of encounters reflects a reduction density. طبعا الأولاني مكلكع زيادة عن اللزوم، التاني كلماته بسيطة ومفهومة ودايركت. خامس تب معانا: Don't use more words where fewer will do. يعني ما تستخدمش كلمات طويلة صعبة لو عندك بديل قصير. يعني مثلا لو كلمة utilization، utilization بتدي معنى use، استخدم use، ليه تعقد التاني؟ سادس tip: use an outline to organize your ideas and writing. لو هتكتب حاجة حاول ان انت دايما تعمل لها organization بoutline،
بنقط معينة حضرتك تحطها للحاجة دي قبل ما تبدأ إن أنت تشرحها. اعرف هتقول إيه تحديداً. ابدأ أي حاجة في هيئة تخطيط وتنظيم لأفكارك، وبعدين اكتبها الأول وعيد صياغتها بشكل دقيق كلغة، وخلي المراجعة اللغوية الدقيقة للآخر. سابع حاجة، Think about the structure of paragraphs. فكر في بنية الباراجرافز بتاعتك، وخلي تنظيم الفقرة عبارة عن تسلسل للأفكار بالترتيب. تسلسل بالأفكار للترتيب، أفكار إيه اللي أنت عايز تعرضها في موضوعك، تمام؟ يعني ما تخليش الفقرات عبارة عن بس spacing، أو عبارة عن هي نفس الفقرة بس مقسومة تو باراجرافز. لا، خلي كل باراجراف بيتكلم عن فكرة معينة حضرتك عايز تعرضها، والأفكار تكون متسلسلة وتكون بتسلم بعضها بسلاسة. تامن حاجة، pay attention to tenses. راعي دايما الأزمنة وانت بتكتب. لو حاجة خلصت، طبعا مش محتاجة أقول لك إن ده ماضي بسيط. لو حاجة بتعرضها في الكلام حاليا بتستخدم مضارع بسيط. لو حاجة لسه هتجريها أو هتعملها، يبقى ده مستقبل. دايما تحذر من استخدام may و might و would، لأنها بتعطي معنى الشك أو عدم اليقين وانت بتتكلم. تاسع تب، captions shouldn't merely name a table or figure. They should explain how to read it. يعني إيه caption؟ يعني اللي هو التايتل بتاع الفيجر أو التيبل أو الرسومات أو الجداول اللي حضرتك بتستخدمها. لازم تكون التسمية الخاصة بالرسمة نفسها واضحة بما فيه الكفاية تغني القارئ إنه يرجع للنص ويفضل يقرأ التسمية دي اتسمت ليه، تمام؟ متستخدمش فيها abbreviations، حاول تستخدمها بسلاسة ووضوح، ويبقى description للكونتنت بتاع الفيجر أو التيبل اللي حضرتك بتستخدمه. عاشر حاجة، when citing a reference, focus on the ideas, not the authors. When citing a reference, focus on ideas, not authors. يعني الكلام ده يعني إيه؟ مش انتي قلتلنا في محاضرة قبل كده إن استخدم أو سايت للناس بشكل دقيق وما تنكرش مجهود حد والكلام ده كله؟ أيوة، ما أنا ما زلت بقول كده. الكلام ده مش معناه أن حضرتك ما تكتبش الأوثرز، لا، يعني معناه أن كده كده أنت هتعمل له سايتيشن، بس يفضل وانت بتعمل سايتيشن داخل الكلام نفسه ما تقولش فلان الفلاني قال كذا، لا، هتعمل بين قوسين الاسم والسنة مثلا، تمام، اللي بيشير للكلام اللي حضرتك ذكرته، تمام. يعني نركز على الفكرة، نقول حصل كذا 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 كذا، وبين قوسين في الآخر الاسم والسنة. نركز على الفكرة نفسها اللي اتعملت، وتكون بين قوسين في الآخر الاسم اللي عمل الفكرة دي. ما تحاولش تبدأ كلامك بالشخص نفسه، ركز على الفكرة وانت بتكتب. لكن ده مش بيخالف الإثيك اللي احنا قلناه، ان انت لازم تكتب صاحب الشغل اللي حضرتك مستعين به. Tip number 11, show us, don't tell us. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلاً حضرتك بتعرض، ما تقولش ان النتيجة مثيرة للاهتمام او مهمة، لا، وضح ازاي هي مثيرة للاهتمام او مهمة. يعني مثلا in English, the difference in mean size between population C and D مثلا to population is interesting مثلا. لا، الصح هنا تقول mean size generally varied among population by only a few centimeters, but mean size in population C and D different by 25 مثلا سنتيمتر. يعني بالرغم ان هي مثلا بتفرق سنتيمترات قليلة، الا ان هي
في الحقيقة إن هي بتفرق مثلا سنتيمترات كبيرة. يعني وضح، ما تقولش is interesting وتسكت، أو is مثلا important وتسكت، لا لازم توضح هي interesting إزاي. tip number 12، write about your results not your tables or figures and statistics. يعني إيه الكلام ده؟ اكتب عن نتائجك، مش تقعد تفسر الجداول والأشكال اللي حضرتك حطيتها، لا اكتب شرح للنتائج اللي في الجداول والأشكال اللي حضرتك مستعين بيها أو كاتبها. اختار الأجزاء اللي هتعرضها في الجدول كمساعد، مش يكون الجدول أو الشكل هو الأساس لشغلك. تمام. tip number 13، develop a strategy for your discussion. يعني إيه؟ يعني إيه develop a strategy for your discussion؟ يعني لازم تختار استراتيجية للمناقشة أو الديسكشن أو الشرح بتاعك. أول حاجة تبدأ بالكتابة بإعادة صياغة النتائج اللي حضرتك وصلت لها، وتربطها بالأعمال أو related work، لأن إحنا قلنا إن إحنا مش بنعيد اختراع العجلة. تمام؟ فبنربطها بالأعمال السابقة، بتشرح أو criticize أو بتنقد الأعمال السابقة في ظل شغلك. تمام؟ بتربط شغلك بالأعمال السابقة. ما تبدأش بالمشاكل اللي واجهتك، لا خلي دايما المشاكل للآخر، لأن دايما افتكر إن الانطباعات الأولى تدوم. ما تبدأش وتصدر المشاكل اللي حصلت، لا اذكر الأول نقاط القوة وبعدين خلي المشاكل في آخر البحث. غالبا قسم النتائج أو results and discussion بيبقوا قسم واحد مع بعض مرتبط ببعضه، بتعرض نتائجك الأول وبتبدأ تفسر النتائج دي في ظل، ولازم في ظل دي related work أو الأعمال السابقة للشغل بتاعك اللي الناس عملته قبل كده، وبتبدأ في الآخر بتربط الاتنين ببعض، وبتوضح بقى في الآخر خالص المشاكل اللي واجهت البحث بتاعك أو الشغل بتاعك ده في حالة البحث العلمي. طيب tip number 14، introduction and conclusions are the hardest parts. يعني ايه introduction and conclusion are the hardest parts؟ يعني المقدمات والاستنتاجات خليها دايما في الاخر، لان هي اصعب حاجة في الكتابة وحضرتك بتكتب، مش بسيطة زي ما بتبان. لو تقارير أو أبحاث علمية لازم تخلي صياغة الانترودكشن والكونكلوجن للآخر، علشان هي اللي بتعرض تربية البحث اللي حضرتك كتبته أو الريبورت اللي حضرتك كتبته بشكل عام. tip number 15، break up large project into small pieces and work on the pieces. يعني إيه الكلام ده؟ يعني قسم المشاريع الكبيرة، قطعها أو قسمها لشغل أصغر، واشتغل على كل قطعة لوحدها، هي نفسها اللي هي الـ outlines. لازم تنظم أفكارك في الأول، بس هنا بيقول لك وانت بتشتغل بشكل عملي امشي على التنظيم ده، وحاول ما تخليش الفكرة واحدة، لأ قسمها لأفكار، وهي نفسها برضو اللي إن حضرتك تتسلسل في عرض أفكارك من باراجراف لباراجراف، بحيث إن هو يبقى تسلسل منطقي. tip number 16، make your writing flow and resonate. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كتابة حضرتك لازم تكون بتسلسل منطقي ومؤثرة، وده عن طريق القراية الكتير لأمثلة موجودة لنفس نوع الكتابة ده قبل كده. يعني حضرتك تقرأ كتير، هتقوي لغتك، هتقوي طريقة تدفق أفكارك، طريقة عرض أفكارك داخل البحث. تمام؟ لو هتكتب بحث اقرأ أبحاث كتير قبل كده معمولة، تمام، في نفس المجال أو في مجالات تانية، اعرف الصياغة بتتكتب ازاي.
لو هتكتب تقارير يبقى تكتب يبقى لازم تقرا تقارير كتير، بروبوزال اعرف اجزاء البروبوزال كويس وتحاول تقرا بروبوزالز معموله قبل كده قبل ما تكتب. لو هتكتب ايميل اعرف اجزاء الايميل، وده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله باذن الله في محاضره قادمه ان شاء الله. لو هتعمل برزنتيشن اعرف كويس جدا ايه اللي هي البرزنتيشن سكيلز والباوربوينت سكيلز علشان تبني البرزنتيشن بتاعك. Tip number 17, use word processors effectively and back up your work religiously. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اعرف المينيمم فورماتنج ريكويرمنتس اللي هتحتاجها وانت بتعمل شغل معين، وليكن دوكيمنت، هتحتاج وورد، هتحتاج برزنتيشن، باوربوينت في البرزنتيشنز وهكذا. اعمل اعرف المينيمم ريكويرمنتس، وعشان كده حضرتك هتحتاج هنشتغل معاك الترم ده باوربوينت فورماتنج اند الوورد ادفانسد فورماتنج ان شاء الله في السكاشن. تيب نمبر 18 والاخيره، لو حاجه اتراجعت ليك ومحتاجه اديتنج اللي هي بنقول عليها تيك اديتوريال كومنتس سيريسلي. يعني ايه؟ يعني الاديتور الريفيور والاديتوريال كومنتس دي مش مبعوثه لحضرتك عشان حضرتك تبص عليها وتطنشها. الريفيور او الاديتور خد من وقته وراجع شغلك، يبقى في الحاله دي حضرتك هتحتاج تاخدها على محمل الجد وتعيد كتابتها تاني زي ما هو مطلوب منك بالظبط، لان الريفيور خد من مجهوده وراجع لك، يبقى لازم تحترمه وترد عليه بشكل صحيح وبشكل تقني وتاخد ملاحظاته في الحسبان بطريقه بروفيشنال. اتكلمنا النهاردة عن the 18 tips for good scientific writing، ودي هناخدها زي ما احنا قلنا في او هنتطرق ليها تاني ان شاء الله بإذن الله في كل انواع scientific writing اللي هنعرضها خلال الترم. اتمنى تكون محاضرة مفهومة وبسيطة، اشوفكم ان شاء الله بإذن الله في محاضرة تانية. السلام عليكم.